كنا نوهنا بعد الحصاد الافريقي الكبير جدا واللي بيفخر بيه كل اهلاوي الحياه، اللي وصل الاهلي لنادي القرن، اللي بان اللي ملهاش لازمه، نادي القرن الحقيقي. هو طبعا بس لازم يفهموا ايه مناسبه ان احنا بنتكلم، ان احنا نبدا مشوار جديد في افريقيا. بالظبط. يعني فبرضه المره دي احنا مش هنستنى نبقى رد فعل، هنسبق. احمد خيشو اللي قال لكم المهندس عدلي، واحد من الشبان الاهلاويه الموهوبين، متفاعل جدا على السوشيال ميديا، له اسهامات بشكل مؤثره واضح جدا. من خلال الردود اللي مالك وكتابه عرضها في حلقات كتيره جدا، من خلال الارقام اللي عرضناها، ومن خلال المنطق اللي استخدمناه في اظهار هذه الحقيقه، قيشو عمل فيديو جمع فيه حقيقه نادي القرن، القصة والحكاية في أكتر من فيديو. نشوف الجزء الأول منها، هي إيه المعايير اللي على أساسها بقى الأهلي نادي القرن. أولا، هل المعايير دي اتعملت تفصيل للأهلي؟ ممكن أفهم جو المؤامرة اللي الزملكاوية عايشين فيه لو كانت المعايير اتعملت فعلا سنة 2001 بعد تفوق الزمالك على الأهلي في البطولات في القرن ال21. لكن مش مفهوم ابدا ازاي الكاف يتآمر على الزمالك من سنه 94 لما اتعملت المعايير لاول مره، ووقتها كان الاهلي 7 بطولات والزمالك 5 بطولات قاريه. والغريب ان السنه نفسها شهدت انسحاب الاهلي من البطولات القاريه نتيجه للعقوبات اللي فرضها الكاف عليه، فازاي الكاف هيعاقب الاهلي ويفصل له معايير في نفس الوقت؟ وليه الكاف يجامل الاهلي اصلا؟ ليه ما يجاملش كوتوكو الغاني مثلا وهو تاني التصنيف بنقطتين بس؟ أو كان يجامل كانون يا ويندي الكاميروني، يعني من نفس بلد عيسى حياته مثلا. ليه يجامل الأهلي وما يجاملش أفريقيا السمراء؟ بعد ما وضحنا إن المعايير دي مش تفصيل للأهلي، نسأل إحنا الزملكاوية بقى. ليه ما اعترضتوش على المعايير دي سنة 94؟ إذا كنتوا شايفين إن التقييم يكون على أساس عدد البطولات، إزاي توافقوا إن كوتوكو يكون تاني التصنيف بعد الأهلي، رغم إنه ما يملكش وقتها غير بطولتين بس، في حين إن الزمالك كان يمتلك 5 بطولات بس كان في المركز السادس؟ ازاي وافقتوا على ضياع حق الزمالك من 94؟ ليه ما اعترضتوش على المساواه بين البطولات الافريقيه سنه 94؟ هل ما اكتشفتوش ان البطولات الافريقيه مش زي بعضها غير سنه 2001؟ ثانيا، ليه ما احتسبوش نقط للسوبر الافرو اسيوي؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده نكمل اسئلتنا للزملكاويه. ليه ما اعترضتوش على عدم احتساب اي نقط للسوبر الافرو اسيوي سنه 94 رغم ان البطوله بدات سنه 86؟ على كل، نجاوب على السؤال لانه سؤال منطقي فعلا. اولا، البطوله بدات من سنه 86 لسنه 98، بالتالي مفيش مبدا تكافؤ فرص للفرق اللي حصلت على بطوله افريقيا قبل 86 وبعد 98. مثلا الاهلي اخذ بطوله افريقيا سنه 82 وما ترشحش للسوبر الافرو اسيوي لانه ما كانش اتعمل وقتها، فما ينفعش نعمل معيار نقيم به الانديه على مدى القرن ويكون المعيار ده مش ثابت واتعمل لمدة 12 سنة بس. ثانيا، البطولة ما كانتش بدقام بانتظام، وده لأنها اتلغت سنة 90 و91، فإيه ذنب الفرق الأبطال في السنتين دول إنهم ما ياخدوش نقاط البطولة رغم إن غيرهم هياخد نقاطها؟ هل بطل 92 على راسه ريشة وبطل سنة 91 ابن البطة السوداء؟ ثالثا، البطولة ما كانش ليها نظام ثابت، أول نسختين اتعملت بنظام من مباراة واحدة وبعد كده بقت بنظام الذهاب والعودة. مثلا الزمالك اخذ بطولته الاولى منها سنه 87 لما اتعملت بنظام المباراه الواحده في القاهره، على عكس بطوله الاهلي الوحيده منها اللي اتعملت بنظام الذهاب والعوده واخذها الاهلي سنه 88. فهل هنحسب بطوله الزمالك الاولى بنقطه وبطوله الاهلي بنقطتين؟ رابعا، حتى في حاله احتساب نقط للسوبر الافرو اسيوي وساويناه بالسوبر الافريقي فالزمالك هيضاف له نقطتين وهيضاف نقطه للاهلي، بالتالي هيكون الترتيب في الحالة دي 41 نقطة للأهلي و39 نقطة للزمالك، يعني هيفضل الأهلي نادي القرن. ثالثا، ليه ساووا بين البطولات الأفريقية؟ الاتحاد الأفريقي بيقول إنهم ساووا بين البطولات الأفريقية عشان كل البطولات كانت بتقام بنفس النظام اللي هو 12 مباراة بنظام خروج المغلوب، غير إن ما كانش فيه جوائز مالية مختلفة للبطولات الأفريقية زي دلوقتي. عموما أنا زيكم مش مقتنع أبدا بالمنطق ده، لكن هل لو ميزنا افريقيا ابطال الدوري عن افريقيا ابطال الكاس الزمالك هيبقى نادي القرن في افريقيا فعلا؟
خليكم معايا للآخر وانتوا تشوفوا بنفسكم. طيب لما تلاقي شاب عامل هذا المجهود بهذا بهذه الموضوعية، بهذه الدقة في السرد، في السرد بهذا الاستناد الموثق باللغة الهادية، وعلى فكرة عجبني لأنه بيتبنى ما ننادي به. أنا وأنا أتحدث أنا وزميلي العزيز إبراهيم منيسي لا نخاطب جمهور الأهلي في المقام الأول، أنا بخاطب المنافس المختلف معايا وبقول له فكر واحدة واحدة عشان نوصل نتيجة. فلما يجي شباب النهاردة يقدم هذه الخدمة بهذه السلاسة لازم نعمل ايه اكسبوجر اكبر من اللي يعني لازم ننقله نقلة على متلقيين يعني اوسع بكتير، ونشجعه ونشجع غيره من زمايله ان دايما ينقبوا في المشاكل اللي هي محل جدل عشان يخلق بينهم، اصل هم اقرب في اللغه الى اجيالهم كمان. شوف الجزء الثاني، لازم شوف الجزء الثاني. رابعا، ليه بطل السوبر ياخد نقطه واللي يخرج من دور الثمانيه ياخد نقطه؟ اللي بيخرج من دور الثمانيه بنظام خروج المغلوب بيكون لعب 8 ماتشات، بينما اللي بيخرج من دور الثمانيه بنظام المجموعتين بيكون لعب 12 ماتش. فالكاف بيقدر الفريق اللي وصل لدور الثمانيه حتى لو خرج، عشان يكون في فرق بينه وبين الفريق اللي ما قدرش يوصل اصلا لدور الثمانيه وخرج بدري. فإذا كنت أنت مش عايز تدي أي نقط للي بيخرج من دور الثمانية بعد ما لعب 12 ماتش، فأنت كده بتساويه باللي خرج من دور ال 64 مثلا ويكون لعب ماتشين بس. وبعدين عيب على الزملكاوية يعني التقليل من الفرق اللي بتخرج من دور الثمانية ويقولوا ما تستحقش نقط، ومش عايزين نتكلم أكتر من كده. نيجي للجزء الأول من السؤال، ليه بطل السوبر ياخد نقطة واحدة؟ قلت لي مين اللي بيلعب بطولة السوبر دي؟ هو مش فريق واخد احد بطولتين افريقيا يعني واخد 4 أو 5 نقط اصلا، فازاي عايز تخليه ياخد 4 نقط كمان مثلا وتساوي ماتش واحد ببطوله كامله؟ يعني الزمالك ياخد 4 نقط على بطوله افريقيا سنه 93 بعد ما لعب 12 ماتش وتيجي في ماتش واحد تديله 4 نقط كمان، باي منطق؟ عموما لو كنت مش مقتنع بكلامي فقول للزمالك ينسحب من بطولات افريقيا الحاليه، لان النظام زي ما هو وبرضه بطل السوبر بياخد نقطه واحده بس. فلو كان مش عاجبك النظام عشان تصنيف نادي القرن اللي جاي ان شاء الله سنه 2100 انسحب، ولو مش عاجبك قواعد اللعبه ما تلعبش. خامسا، ليه ما نعملش زي اوروبا لما اختاروا ريال نادي القرن؟ اللي نعرفه ان الاتحاد الاوروبي ما اختارش الريال نادي القرن ولا حاجه، المعروف ان الفيفا هو اللي اعلن ان الريال نادي القرن عالميا. طب هل الفيفا حدد معايير معينه لاختياره؟ ابدا. الفيفا عمل استفتاء للمشتركين في مجله فيفا وبناء على الاستفتاء ده اختار الريال نادي القرن. طب هل الريال كان اكتر الفرق الاوروبيه تتويجا في القرن العشرين؟ ابدا. الريال كان 12 بطوله قاريه في حين ان الميلان كان 13 بطوله قاريه. ورغم كده عمرنا ما سمعنا ان الميلان بيقول ان نادي القرن الحقيقي. وبالمناسبه الميلان طلع تاسع بالتصويت ده. تفتكروا لو كان الكاف طبق طريقه التصويت في الاختيار كنت هتقولوا ايه؟ اذا كان بمعايير معموله من سنه 94 وبتقولوا مؤامره، امال لو كان بقى بالتصويت؟ سادسا، ليه ما نعملش زي الاولمبياد؟ ده اكتر سؤال غبي سمعته في الموضوع الحقيقه. احنا بنلعب تحت مظله الكاف والفيفا مش بنلعب في الاولمبياد، لو كنا بنلعب في الاولمبياد كنا احتكمنا لنظامها. بس ما قلتليش بقى هو البحر اوسع ولا النخله اطول؟ سابعا، هل لو احتسبنا السوبر الافرو اسيوي وميزنا افريقيا ابطال الدوري عن افريقيا ابطال الكاس، الزمالك هيبقى نادي القرن فعلا؟ ده اهم سؤال في الموضوع كله، لان الاجابه عليه هتحسم الموضوع نهائي. ايوه زي ما سمعت كده، المفروض الزملكاويه بعد النقطه دي يسكتوا ويفكروا في حاجه جديده يقولوها لاولادهم عشان ماساه القرن ال21. يعني يقولوا لهم كنا نايمين بقى، ما خدناش بالنا ان في بطولات بتتلعب، ما كناش فاضيين، اي حاجه. وانا واثق انكم مش هتغلبوا. المهم، ايه النظام اللي هنطبقه دلوقتي؟ هنطبق مبدا الزبون دايما على حق، وهنشوف ايه اللي هيعجبه وهنعمله. عايز تميز افريقيا ابطال الدوري عن افريقيا ابطال الكاس؟ حاضر. عايز تحسب نقطه للسوبر الافرو اسيوي؟ ماشي. طيب هنحسب النقط بناء على ايه؟ عشان ما تقولش ان بحسب النقط بمزاجي، انا هاخد نظام الزمالك موافق عليه حاليا وهعممه على كل البطولات القديمه.
بمعنى ان الزمالك بيلعب في افريقيا دلوقتي بالنظام اللي بيميز بطل دوري الابطال وبيديله 5 نقط عكس بطل الكونفدرالية اللي بيديله 4 نقط بس. طيب ايه تفاصيل النظام الحالي؟ بطل دوري الابطال بياخد 5 نقط، اما وصيف دوري الابطال بياخد 4 نقط، الخروج من نص نهائي دوري الابطال 3 نقط، ثالث مجموعته في دوري الابطال بياخد 2 نقط، ورابع مجموعته في دوري الابطال بياخد 1 نقطة. اما بطل الكونفدرالية بياخد 4 نقط، وصيف بطل الكونفدرالية بياخد 3 نقط، الخروج من نص نهائي الكونفدرالية 2 نقط، ثالث ورابع مجموعته في الكونفدرالية بياخد 1 نقطة، اما بطل السوبر الافريقي بياخد 1 نقطة. وزي ما اتفقنا هنحسب السوبر الافرو اسيوي وهنسويه ببطولة السوبر الافريقي فهياخد 1 نقطة، مع ملاحظة ان في النظام القديم لدوري ابطال افريقيا كان بيصعد اول كل مجموعة مباشرة للنهائي وتاني المجموعة بيخرج، فهنعتبر تاني المجموعة في النظام القديم وكأنه خرج من دور نص النهائي وبالتالي يستحق 3 نقط، وده نفس المنطق اللي اخد بيه الكاف على فكرة. واللي بيخرج من دور الثمانية الأفريقي أبطال الدوري بنظام خروج المغلوب يستحق 2 نقطة عشان نميزه عن اللي بيخرج من دور الثمانية الأفريقي أبطال الكاس اللي هياخد 1 نقطة بس، وده مخالف لمنطق الكاف اللي كان بيساوي بين البطولتين في النقط. تمام اتفقنا، هسيبكم بقى ثواني مع نتيجة تطبيق المعايير دي، ويفضل توقف الفيديو وتراجع الأرقام بنفسك عشان تتأكد اني ما بتحكش عليك، يعني الكاف هيتأمر عليك وانا لا مثلا. ايه ده ثواني كده، اعمل لنا زوم كده يا نصر. ايوه هنا، الزمالك اخذ 2 نقطة عشان خرج من نص نهائي بطوله كاس الاتحاد الافريقي، معلوماتك ايه عن البطوله دي؟ بالمناسبه كاس الاتحاد الافريقي دي بطوله اتلغت، كانت يعني بتشارك فيها الانديه الحاصله على المراكز من الثالث للخامس في دوريات بلادها، فرق زي البطريق الموريتاني والعنكبوت الجابوني والضفدع الرواندي كانوا بيشكلوا مراكز القوه في البطوله دي. لا معلش كلمني اكتر عن الفرق اللي بتخرج من البطوله دي. اللي هو غالبا فريق لا يزيد باي مقياس علمي او تكنولوجي عن مركز شباب سرايا القبه. طيب اسمع مني بقى يا صفوه، اللي بيدخل البطوله دي هي الفرق وصفت الدوري في بلادها، فعيب يعني تقلل من فرق زميله في مركز الوصافه. المهم بقى، هل حصل تغيير؟ هل الزمالك بقى نادي القرن؟ في مثل بيقول تجيبها كده تجيلها كده هي كده. تجيبها كده هي كده. خلاص هو خلق حالة مش من الجدل بقى، من البحث والتعمق. هو وزملائه وأصدقائه زملكاوية المختلفين معه، هو دعاهم نقعد ونطبق المعايير بتاعتكم ونشوف هنوصل لإيه. كل معايير هتختاروها هتؤدي لحد ما تلاقوا لكم معيار خاص بيكم انتوا بس، كيف يفوز الزمالك بنادي القرن. هو في طريقه واحده، في طريقه مؤكده هتجيب نتيجه. شاط بنتائج النادي الاهلي. طيب مع كل ده المساله مش في انت مختلف، انت بتشتكي، انت مضطهد، انت مظلوم، طب انت ليه ما بتشتكيش؟ احمد قيشو سأل السؤال ده. امنا، هل في اي جهة رسمية او غير رسمية بتقول ان الزمالك نادي القرن؟ الزملكاوية بيقولوا ان الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء قال ان الزمالك نادي القرن في افريقيا، لكن الحقيقة ان الاتحاد ده قال ان اشانتي كوتوكو هو نادي القرن في افريقيا. المفاجأة بقى إن الزمالك فقد مركزه المفضل المرة دي، لأن الأهلي هو اللي طلع تاني التصنيف ده. الكوميدي إن حتى الاتحاد ده ما أخدش بنتائج السوبر الأفرو أسيوي، تقريبا الدنيا كلها بتتآمر على الزمالك. عموما الأكيد إن لو كان كوتوكو هو اللي أخد اللقب الرسمي من الكاف ما كناش هنسمع الخناقة دي هنا، رغم إن منتخب مصر كان واخد في القرن العشرين 4 بطولات أفريقية في مقابل 3 بطولات فقط لمنتخب الكاميرون. ما سمعناش مرة من أي زملكاوي بيدافع عن حق نديل مسلوب كلمة واحدة عن حق منتخب مصر في لقب منتخب القرن. الحقيقة إن لقب منتخب القرن ما تسرقش مننا ولا حاجة، لأن الاتحاد الأفريقي أخذ بنفس المنطق وهو مجموع النقط اللي حصل عليها المنتخب من مشاركاته سواء في أفريقيا أو في كأس العالم، وهو ده اللي خلى منتخب الكاميرون يتفوق علينا رغم قلة بطولاته، لكن مشاركاته كانت أكتر فعالية مننا خصوصا في كأس العالم. ها اقتنعت ولا لسه؟
لسه برضو يا سيدي. اعتبر ان القرن ده عبارة عن دوري من 20 اسبوع، فاز الاهلي فيه 10 مرات وتعادل 8 وخسر مرتين، وفاز الزمالك فيه 12 مرة وتعادل مرة واحدة وخسر 7 مرات. يبقى النتيجة النهائية للدوري ده ايه؟ ايوة بالظبط، الاهلي 38 نقطة والزمالك 37 نقطة، رغم ان عدد مرات فوز الزمالك اكتر من الاهلي، الا ان الموضوع باجمالي النقط اللي بتجمعها من مشاركاتك مش بس بالفوز. اخيرا في كلمتين لازم نتفق عليهم، انظمة التقييم بشرية، مهما كان النظام هتلاقي اللي يعترض عليه وهيكون عنده اسبابه المنطقية برضه. مثلا نظام تقييم المنتخبات في تصنيف الاتحاد الدولي هتلاقي انه بيساوي بين اتحاد زي الكاف واتحاد اقيانوسيا في النقط. تعرف انت ايه الدول الاعضاء في الاتحاد اللي مش عارف حد ينطق اسمه ده؟ تخيل بقى ان الفيفا بيساوي المنافسات بين شوية الجزر دول بالمنافسة بين مصر والكاميرون مثلا. تخيل انه بيساوي اتحاد عرض اعضائه 14 عضو باتحاد عرض اعضائه 55 عضو، منهم 10 منتخبات على الاقل متواجدين بشكل دائم في افضل 100 منتخب على مستوى العالم. فالخلاصة ان مفيش نظام كلنا هنتفق عليه، لكن ما ينفعش نوافق بمعايير نظام ونرجع نعيش في اوهام المؤامرة لما ما نكسبش بالمعايير دي. احنا يعني حبينا نشجع شبابنا ولادنا الاهلوية ونلوم ملك وكتابة، كلما يجد موضوع مدروس بهذه الدقة هيحتضنه، وانا اعرف انهم في مجموعة منهم بتتجمع بتقدم فكرة برنامج يعملوه مع بعض، اعتقد انها فكرة كويسة، ولكن هذا كلام اخر في وقت اخر. اعتقد ان احنا شرفنا على درس الفسحة. خناقة القرن مش محتاجة كلام، خدوا بالكوا احنا في 2018 والله اي عائل ما نقدرش ناخد مكالمتين ثلاثة يا جماعة ولا الوقت خلص؟ اي عائل لا خدهم كلمتين. اي عائل في الدنيا لو عرف ان في ناس بعد 18 سنه لسه بتتخانق عن حدث من 18 سنه معاييره ثابته لا ونظامه واضح. انا نفسي بس في حاجه، انت قلت قبل كده يا جماعه ما تشتكوا، عندكم 20 جهه، الاتحاد الافريقي اذا كان عيسى حياته كان متهم انه جامل الاهلي اهو مش والراجل الاصلاحي المحترم الطيب احمد بينسف كل اوضاع عيسى حياته، اشتكوا له يفتح الدفاتر. ده هو ما جه محمد احمد اشتكي للفيفا، اشتكي للمحكمه الدوليه. ما جه احمد قال لك كده هناخد نادي القرن. بص يا استاذ ابراهيم، هي مش بس ما بيشتكوش، ده هم بيستنوا لما يشوفوا طيب اني نظام اللي ممكن لو غيروه يركب عليهم، لان هم لو احتاجوا سنه 94 سنه 95 سنه 99 حتى كان يبقى في منطق. لكن أن بعد ان تعلن النتيجه زي ما تكون انت داخل امتحانات مديني 8 اسئله فيهم سؤالين اجباري، هتقول السؤالين الاجباري دول نمرهم تزيد عن بقيه الاسئله، فانت تجاوب السؤالين الاجباري واخد بالك، تاخد عليهم نمر اكتر، يقول لك انت خدت نمر اكتر.